عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة سنرى الدرس الثاني من المجزوءة الثانية التي تحمل عنوان العالم المتوسطي في القرنين 17 و18، والتي تعنون تحتها اختلال التوازن والمحاولات الأولى للإصلاح في العالم الإسلامي. دائما في إطار المحور الأول الذي هو أوروبا الغربية وإرساء الحداثة، وفي الدرس الثاني من هذا المحور سنتناول الثورات الاجتماعية والسياسية من خلال نموذج الثورة الفرنسية، حيث سنتطرق فيها إلى الأسباب ومراحل ونتائج هذه الثورة. إذن محاور هذا الدرس تتناول أسباب اندلاع الثورة الفرنسية، ثم مراحل هذه الثورة، وأخيرا النتائج التي أسفرت عنها. تقديم إشكالي: اندلعت بفرنسا سنة 1789 للميلاد ثورة اجتماعية وسياسية نتيجة تضافر عدة عوامل، وقد مرت هذه الثورة بثلاث مراحل كبرى، وترتبت عنها نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية هامة. فما هي أسباب قيام هذه الثورة؟ ثم ما هي المراحل التي مرت منها؟ ثم ما هي أبرز النتائج التي ترتبت عنها؟ نبدأ أولا بأسباب هذه الثورة. تتعدد أسباب هذه الثورة وتشمل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بالنسبة للأسباب الاجتماعية، تتمثل في انقسام المجتمع الفرنسي إلى ثلاث هيئات، هي هيئة النبلاء الذين كانوا لا يمثلون سوى 2% من مجموع سكان فرنسا، وقد جمعوا بين أيديهم الثروة والحكم. الهيئة الثانية هي هيئة الإكليروس أو رجال الدين، كانوا بدورهم يشكلون أقلية قليلة في المجتمع الفرنسي، بحيث لم يكونوا يشكلون سوى نسبة 1% من مجموع السكان، لكنهم في المقابل تمتعوا بعدة امتيازات وإعفاءات. أما الهيئة الثالثة التي كانت تضم الأغلبية من سكان فرنسا بنسبة 97%، فقد كانت هذه الأخيرة تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية، وكانت تتحمل كل تبعات وثقل المجتمع والدولة في فرنسا. بالنسبة للأسباب الاقتصادية، فتتحدد هذه الأسباب في كون فرنسا عرفت غزوا للمنتوجات الإنجليزية بسبب المعاهدة التجارية التي أبرمت بين فرنسا وإنجلترا في سنة 1786، وكانت هذه المعاهدة سببا في إلحاق الضرر بالبرجوازية الفرنسية. كذلك عانت فرنسا خلال هذه الفترة من عجز كبير في ميزانيتها، بحيث كانت مصاريف البلاد أكثر من المداخيل. يضاف إلى ذلك كانت فرنسا قد شهدت سنة 1789 موسما فلاحيا رديئا نتج عنه ارتفاع في الأسعار وانخفاض في الأجور
وانتشار في البطالة، وبالتالي تسبب ذلك في عجز في أداء الضرائب، وبالتالي عجز في الميزانية، وانتهى الأمر بقيام انتفاضات بالبوادي سرعان ما انتقلت نحو المدن. بالنسبة الآن للعوامل السياسية والأسباب السياسية، فتتجلى في ضعف شخصية الملك الذي كان يحكم فرنسا آنذاك، وهو الملك لويس السادس عشر. هذا الأخير كان يتمتع بسلطات مطلقة، ويستمد هذه السلطة من الحق الإلهي، بمعنى أنه لا بد لرعيته أن تطيعه وبالتالي تمتثل لأوامره، كما أن هذا الأخير أيضا كان يجمع بين جميع السلطات من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبالتالي كان يتمتع بحكم مطلق. أمام هذه الأسباب والعوامل، انتقلت الثورة الفرنسية نحو المراحل، وبالتالي مرت من المراحل التالية. المرحلة الأولى عرفت أو عرفت مرحلة أو تميزت بكونها مرحلة الملكية الدستورية، حيث امتدت من سنة 1789 إلى سنة 1792. خلال هذه المرحلة قام ممثلو الهيئة الثالثة وخاصة فئة البرجوازية بتأسيس الجمعية الوطنية سنة 1789، وذلك بعد قيام العديد من الانتفاضات. فقام المواطنون الفرنسيون باحتلال سجن لاباستي الذي كان رمزا للطغيان والاستبداد، وذلك في يوم 14 من يوليوز سنة 1789. خلال هذه المرحلة أيضا تم إلغاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها الهيئة الثانية التي تعرف بالإكليروس أو رجال الدين. في هذه المرحلة أيضا تم الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن في 26 من غشت من سنة 1789، ووضع خلال هذه الفترة أيضا أول دستور للبلاد سنة 1791. وبذلك انتقلت فرنسا من مرحلة الملكية المطلقة إلى مرحلة الملكية الدستورية. في المرحلة الثانية عرفت فرنسا بداية النظام الجمهوري وتصاعد حدة الثورة، وامتدت هذه المرحلة من سنة 1792 إلى سنة 1794. عرفت هذه المرحلة تصاعد في حدة الثورة ضد النظام الملكي من طرف الأوساط الشعبية الراغبة في إصلاحات جذرية، الشيء الذي أدى إلى فرار الملك لويس السادس عشر إلى النمسا، والإعلان عن قيام أول نظام جمهوري بفرنسا. لكن الملك تآمر ضد هذه الثورة مع القوى المحافظة الأجنبية، لكنه تم اكتشاف أمره وخيانته للثورة، فانتهى به الأمر إلى الاعتقال والإعدام هو وزوجته بالمقصلة سنة 1793. أما المرحلة الثالثة فقد تميزت بتراجع التيارات الثورية وعودة البرجوازية المعتدلة إلى الحكم،
امتدت هذه الفترة من سنة 1794 إلى سنة 1799. خلال هذه المرحلة حافظت البرجوازية على النظام الجمهوري ووضعت دستورا جديدا للبلاد سنة 1795، وتشكلت حكومة جديدة عرفت بحكومة الإدارة، لكنها لم تكن منسجمة العناصر، وبالتالي فشلت أو عجزت عن حل مشاكل البلاد، فاستمرت الاضطرابات، الشيء الذي جعل البرجوازية تخاف على مصالحها وأن تنفلت الأمور من بين أيديها، فاستعانت بالجيش، حيث قام نابليون بونابرت بانقلاب عسكري سنة 1799، وبالتالي استولى على الحكم لتدخل فرنسا مرحلة النظام الإمبراطوري. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بعدما رأينا أسباب اندلاع هذه الثورة والمراحل الرئيسية التي مرت منها والأحداث التي شهدتها كل مرحلة من هذه المراحل، نخلص في الأخير إلى النتائج التي ترتبت عن هذه الثورة. فقد أسفرت هذه الثورة عن نتائج متعددة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. من أبرزها نذكر فقط: أولا، تم إصدار إعلان أو الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية. هذا الإعلان أصبح يضمن للفرنسيين مجموعة من الحقوق التي كانت مهضومة أيام النظام الملكي المطلق، ومن أبرز هذه الحقوق المساواة والحرية وحق الملكية والأمن ورفض القمع وغيرها. كذلك من بين هذه النتائج تم القضاء على النظام السابق الذي هو النظام الإقطاعي، الذي كانت تتمتع فيه فئة قليلة من المجتمع بعدة امتيازات. كذلك من بين النتائج تجريد النبلاء ورجال الدين من ممتلكاتهم، وأصبحت تحت تصرف الدولة، وبالتالي تم إلغاء تلك الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل النظام القديم. أخيرا، تم إلغاء شراء المناصب الإدارية التي كانت تتم خلال العهد القديم، وأصبح في متناول جميع المواطنين المتوفرين على كفاءة أن يتقلدوا المناصب الهامة في الدولة. ثم انتهت الثورة أيضا بكون المجتمع الفرنسي أصبح ينتخب أعضاء البرلمان، وهذا البرلمان هو الذي يمارس السلطة التشريعية بعدما كانت تتم بيد الملك وحاشيته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، في ختام هذا الدرس نستنتج أن الأوضاع المتأزمة التي عرفتها فرنسا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا قد أدت إلى اندلاع هذه الثورة، وهذه الأخيرة ساهمت في الكثير من التغيرات الجذرية
ليس في فرنسا فقط بل همت جميع أنحاء العالم، بحيث انتشرت أفكارها التنويرية والسياسية والاجتماعية عبر العالم، وأثرت على أفراد المجتمع وغرست فيهم حب الحرية ورفض القيود والظلم والعدوان. وبالتالي يمكن القول بأن هذه الثورة الفرنسية كانت ثورة عالمية وساهمت في اندلاع ثورات أخرى، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، شكرا على انتباهكم، وإلى درس لاحق إن شاء الله.